بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم الآن عن response rate limiting. response rate limiting. طيب إيش هي response rate limiting؟ هذا نقصد فيها معدل الاستجابة للكوريز، يعني الطلبات الجاية للسيرفر حق الدي ان اس من نفس المصدر. طيب كيف هذا الآن؟ مثلا انت جايك، ناخذ الآن نوضح من الدي ان اس سيرفر، هذا الدي ان اس سيرفر، معلش الرسمة بس، وهنا مثلا الكلاينت. الآن الكلاينت قاعد ايش يطلب؟ لو طلب الكلاينت هذا، لو طلب 20 كويريز دي ان اس كويريز في الثانية الواحدة من نفس السبريت، لما نتكلم عن نفس المصدر مو نفس الاي بي، لا هو يتعامل مع السبريت. افرض عندك هنا سبريت فيها 20 30 40 جهاز، هو يتعامل مع السبريت، تمام؟ وزي ما نشوف، ما راح نشوف بعدين. السيرفر لو جاته 20 هيستجيب لهم، لو جاته 30 هيستجيب لهم. افرض طيب الهاكر الان، افرض الهاكر الان جاء على الدي ان اس سيرفر حقك وسوى 2000 طلب في الثانيه الواحده من نفس الشبكه حقته، هيستجيب لهم كلهم، بس ايش راح يصير؟ السيرفر هذا داون، يعني دينايل اوف سيرفيس، يحصل له دينايل اوف سيرفيس. وهذه المشكلة، لأنه الريسبونس ريت ليميتنج معطلة ديسيبل بايش؟ بالشكل الافتراضي في ويندوز 2016. خلي الآن ننتقل إلى النقطة هذه، هتروح لإبدا ونشغل السيرفر مانجر من تولز. طيب راح نشوف الباور شيل. اولا راح نستعرض البارامترز الموجوده في الريسبونس ريت ليميتنج. هتكتب جيت دي ان اس سيرفر response rate limiting enter. يعطيك مجموعة من المتغيرات والبارامترات، خلينا نتكلم عنها عشان تكون واضحة لنا. response اولا الان هو معطل، هذا الحالة الافتراضية زي ما انت شايف هنا معطل، يعني قد ما تسأل السيرفر الآن يرد عليك إلين ما يصير داون من نفس المصدر، يعني هي ديسيبل الافتراضيين. هذا واحد. نيجي الآن ل response per second، الاستجابات في الثانية. لو شغلنا الثانية الوحدة من نفس المصدر هيستجيب كم مرة؟ هيستجيب خمسة استجابات. طيب الايرور، لو انه انت بعد ما نفعل الريسبونس ريت ليمت، بعد ما نفعله كم مره يرد بشكل خاطئ، يعني مثلا انه ريفيوز يرفض الطلب، او انه في ايرور او شيء او سيرفر فيل، هيرد برضه خمسه اشياء في الثانيه من نفس المصدر. انت الان حجبت عليه، يعني ما يرد 20 مره، لا يرد خمسه، وهنا هيرد خمسه. طبعا الاولى الرد بشكل سليم، والثانيه الرد اذا كان في اخطاء. هو الان مفتوح، الان مو خمسه، مفتوح لانه ديسيبل، هيرد الى ما لا نهايه، وهنا مشكله. طيب نجي الان للويندو ان سكند، في الثانيه الوحده راح يرسل خمسه ويندو، يعني انت برضو الحجم انك انت
حجم البيانات المرسلة قيدته الآن. نجي هنا مهمة هذه اللينك، راح نشرحها على اي بي فيرجن 4 وهي تنطبق على اي بي فيرجن 6. هنا اللينك 24 ايش معناته؟ معناته لو عندي شبكة الآن 192 168 2 3 هذا اي بي، وجه اي بي 192 168 2 4 وجه اي بي 192 168 3 5. كم مصدر الآن؟ ما تقول لي 3، لا هو يطبق 24 ياخذ 8 8 24 ويطبقها لهنا. شوف الآن يطبقها لهنا. كم مصدر؟ هذولي الآن الأول والثاني هنا نفس المصدر، وهنا مصدر مختلف. يعني طبق على أول 24 وشوف كم مصدر عنده، فالآن هذا يعتبره مصدر. حتى لو جاء 10 20 يعني 2 10 2 30 2 40 هنا من نفس المصدر. طيب كيف أخلي المصدر يكون أكثر؟ كل ما زودت هذا كل ما كان أفضل، أساسك إيش؟ ما تكثر الصبنت عنده. يعني ينظر لها أكثر من صبنت. مثلا الآن 192 168 1 130 192 168 1 1 على 26 هذا المصدر على 26. في هذه الحالة 24 هو ينظر لل 24 الأولى، يعتبرهم نفس المصدر ولا لا؟ يعتبرهم نفس المصدر لان ال 24 الاولى نفس الصبنت. لكن لو غيرنا هذه 26 لا هو راح يقدم شويه، فيصير هنا شبكتين اللي هي الاولى 128 والثانيه الصفريه، فيكون عنده مصدرين. نفس اللعبه نلعبها على الاي بي فيرجن 6. طيب الليك ريت، الليك ريت 3، ايش معناته الليك ريت؟ الليك ريت بسيط مفهومه. الليك ريت لو هو رفض مصدر الكثرة لأنه طلب أكثر من 5 مثلا، فهنا معناته أنه refused المصدر ذا، أن المصدر هذا مشبوه. المصدر راح يستمر، هل يتجاوب معه؟ يتجاوب معه مرة كل 3 طلبات، هذا معناته الليك ريت. يعني مرة واحدة في كل 3 طلبات، يعني لو طلب 3 طلبات يتجاوب مع واحدة، طلب 3 طلبات بعد يتجاوب مع واحدة، كل معدل 3 طلبات يتجاوب مرة واحدة، هذا معنى الثلاثة. طبعا بشكل افتراضي هو معك من 2 إلى ايش؟ إلى 10. يعني تقدر تخليه 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 معناته يستجيب مرة لكل 10 طلبات مرفوض من الأشياء اللي من نفس المصدر، يعني هذا في حالة انه مفعل. طيب ترانكيت ريت هذا ما راح اتكلم عنه الان، خلي يعني ما هو مشكله. ماكسيمم ريسبونس بريفيندو برضه ما راح اتكلم عنه، ممكن تبحث عنها كمان. طيب نيجي الان للمود. المود الان ايش؟ ديسيبل، وهذا هو شغلنا الاساسي، جايين هنا نسوي له انيبل ديسيبل وحاجه ثانيه. المود عندي 3 اشياء، يا تخليه ديسيبل زي ما هو هذا بشكل افتراضي، او تخليه انيبل وهذا معناته انه يطبق على الاستجابات الاشياء اللي هنا، او انك تخليه لوج اونلي. ايش معنى لوج اونلي؟ لوج اونلي معناته انه مو انيبل ولا ديسيبل، لكن انه اذا جاته طلبات زي كذا يقعد يحطها وين؟ في الايفنت، يسجل يعني يبدا يسجل الأشياء هذه. هنشوف الآن الأشياء هذه معا. طبعا الأمر قلت ممكن انك تختصر response rate limiting ب RRL، يعني نفس الشيء ترى، نفس الشيء. طيب احنا بنغير، اذا جيت بتغير في احد البارامترات اي واحد منها تكتب set DNS server response rate limit داش وتكتب البارامتر. مثلا احنا بغير في البارامتر الاول، هتكتب response وتحطه مثلا 30 انتر، يقول لك يس قول له يس.
تعال الآن خذ جت، شايف غيرناه إلى 30. طيب خل الآن نغير المود. طبعا زي ما قلت لك ممكن إنه بدل الأمر الطويل نقول RRL كذا. طيب داش هنغير المود، هنقول مود مود. ايوه مود. لاحظ مود عندي يا ديسيبل يا انيبل يا لوج اونلي، هنخليه انيبل. يس نعم يس، خلنا انيبل الان. تعال نستعلم عنه، شوف الان انيبل. طيب كذلك البارامترات، مثلا بتغير في الويندو ان سكند او بتغير في البريف لينث خليها 26، نفس الطريقه ست، بس الان تاخذ ايش اي بي. لاحظ اي بي عندك اثنين فيرجن شيك شو. طيب نخليها هنا ونخليها 26 يس. وتعال شوف الان غيرناها 26 هنا. طيب افرض اني الان اعيد بعيد البارامترز هذه لحالتها الافتراضيه بعد ما غيرتها، ركز معي. نفس الامر اللي هو ست، بس نكتب ريست ريست تو ديفولت، ريست تو ديفولت انتر يس. ركز معاي، شايف الان 30 هنا غيرناها، هنا 26 وهنا انيبل. شوف ايش الاشياء اللي ترجع للديفولت، ايش اللي يرجع للديفولت الان؟ كل شيء يرجع للديفولت ما عدا الانيبل. يعني ريست ديفولت ما يشمل المود، خذها قاعده خلاص ما يشمل المود. الان انيبل. بقى حاجه نطبقها اخيرا اللي هو نخليه المود لوج اونلي. مود لوج اونلي يس. الان لوج اونلي يطبق البارامتر اللي هنا على الريسبونس، بس ما يمنع، ما هو بعد خمسه يمنع، لا لا جاء خمسه يسجل في اللوجز. من فين تشوف اللوجز هذه؟ تعال لي السيرفر مانجر تولز ايفنت فيورز، ابلكيشن هنا مايكروسوفت ويندوز، ويندوز بتروح للدي ان اس سيرفر هنا، بعدين اوديت اوديت تمام. خلينا نكبرها بس. لاحظ الان اللوجز، هذه اللوجز الاخيره واللوجز اللي بعدها، شايف كل اللي سويناه هنا، شايف هذا اللوجز تجيك تمام في اللوجز، مسجلة في اللوجز. وهذا كل ما هو عن الريسبونس ريت ليميتنج. فالأفضل تخليه إنيبل وتتحكم في الأشياء هذه بما يناسب الدومين عندك. ليش نخليه إنيبل؟ على أساس إنك تحكم الهجوم، لان احيانا ممكن يجيك هجوم ويخلي الدي ان اس سيرفر عندك خليه دينايل اوف سيرفيس، يعني داون بكثره الطلبات عليه. فانت الطلبات هذه الكثيره تستجيب الكم واحد وبعدين توقف الاستجابه، فيصير تمشي على معدل ليك ريت. مثلا لو خليت 10 معناته كل 10 طلبات من نفس المصدر انا راح استجيب لواحد، من باب ايش؟ الاحتياط، لا ربما اني انا اتوقع انه هاكر ومو هاكر مثلا. وكذا ان شاء الله نوضحنا موضوع الريسبونس ريت ليميتنج، وشكرا لكم.